السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة بتقنية جديدة ماكينة جديدة. المهم بهذا الفيديو ان شاء الله راح نكمل المسير، وراح احاول اليوم اسرع شوي الوقت مشان ندخل فصل الشتاء مشان نشوف شلون راح يكون الشتاء، لان هذا الحين في فصل الخريف. المهم راح نكون شوي الفيديو شوي سريع هذا الفيديو. تمام، هلا مثل ما انتم شايفين معي تراكتور جديد. اللي شاف الفيديو الماضي اكيد ما كان شايف هذا التراكتور. هذا التراكتور كنت رحت على الشوب بدي اشتري اراضي، لما شفت دخلت هون لقيت في عليه عرض تخفيض فجبته. بس كل ما هنالك هاي الفكره. طبعا هو في بده شوية تصليحات وبده شوية تظبيطات مثل ما انتم شايفين، فعم بفكر نروح نظبطها ونصلحها. طبعا مثل ما بتعرفوا بارضي في هون مكان، طبعا هو بده تظبيط، طبعا كنت ظبطه انا ذاك اليوم بس لانه ما كان معي مصاري فطلعت عدلت المصاري، ظبطت المصاري عندي مثل ما انتم شايفين تحت فوق عندي مليونين ورجعت دخلتها. طيب هلا بس خليني اطلع لهذا البيكام لبرا اصفه. طبعا هو التراكتور صغير، هلا بنحط عليه شويه مصاري بنظبطه، وانا بدي اياه استخدمه مشان ماكينه الحرث مثل الاشي نمش فيطلع لي. نعم طلعت هي هون. لا مو لا ما بدي هي، انا بدي اغير التراكتور اغير فيه شويه شغلات. طيب على كل حال بنروح من وين نظبط هون؟ لا مو هون بالعكس، هي وصلنا هون. انزل التصليح نكبس ريبليت. وين الريبليت؟ ريبليت ريبليت هذا هو الريبليت هون. ايوه اوكي، اي رجعنا فولناه. بس ايش هو هي؟ هلا هي ما فهمت ايش معناتها بونت كونكشن، ايش في الفرق بيناتهم؟ المهم انا فيها كمان بدنا نسوي عليه شويه تصليحات، مثل مركب له هي مركب له الميتور هاد، اتوقع هذا اصغر. لا خمسه هي تمام حلو هيك تمام تمام حلو. هلا اتوقع صار معي تراكتور يسوى يركبها. شوفوا شلون زبطنا يعني حلو حلو. قبل ما نروح نشتري شوية معدات للسوق للأرض، نكتنا 14500. نرجع هلق على البيت، نروح بنسلمه هذا خلي يسوينا تنظيف للعشب، وبعدين نبلش نسرع الوقت وننام فيق ننام فيق لنشوف شو رح يصير معنا. المحصول رح يطلع ولا رح نستنى لسنة الجاي، ولا التلج رح ينزل، نشوف شو رح يصير. خلص التاسك تبعه هذا بال 41. طيب ياخذ الراس منه بنوديها وبعدين بشغل التسريع. شلونك يا باشا؟ شو اخبارك؟ شو علومك؟ شو تقول؟ شو تسولف؟ خليني اشيل هاي من على الطريق احسن ما تضل كل ما اروح وارجع اشوفها مصفوطه في قدامي او امامي، يعني انا والله حرام. خلينا نصفها بشي زاويه. وشنه بس والله شكله بده تصليح هذا كمان. الله يبين صور بالكم. والله يا معلم هذا بس راح الدهين عنه مع نصفه بده تصليح، شكله تعب بده تصليح هاد. اما ما ينظفنا بس اتوقع لكم ما يصاب بده تصليح، تعبان كتير شكلها. والله نعم اجد حنا للتراكتور. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رب. تعال شوف بقدر اشيل هاي. لا ما قدرنا نشيلها. نايس. طيب هلا عجل عمو. طب خلينا نشغل تسريع الوقت. طبعا هو الارض بدها ليو ليم مليم، بس ما بعرف نجيب لها ليم ولا بنكنسل على الموضوع، نسوي حالنا ما لنا شايفين شيء. ما بعرف.
انا اتركه نستنى نشوف شو يصير معنا. بس الاراضي بدها لي يلا بس نحرس خلاص، بس نلم الحصاد، بنحط الموسم الجديد، بنجيب اللي بنحط لهم اياه. طبعا مثل ما يكون شايفين الان بدأت الشمس تشرق والعصافير تزقزق، وخلينا نغسل التراكتور على السريع ومنخبيه. اشرقت الشمس وظهرت العصافير. طبعا نحن صرنا الان في اكتوبر، طبعا انا هضل بصف على اليمين واستنى اشوف شو حيصير معنا. نروح نحطه بمكان آمن للتراكتور، أو بمكان يعني إنه ما يضل فيه شمس وسمو، لأنه راح ننام طولين. ندخل بسوبات. وين بدنا نحطه؟ وين وين وين؟ والله ما في مكان يا معلم غير هون. الآن ننتظر الحقل إلى تطلع. والله طلع لكم في عشب كتير. ليش طلع الأرض هون ما طلعت هون؟ طبعاً هون توقع في شيء لازم نسويه نحن. بلينكت سلوي. ايوه هي لازم. هلا بدنا تراكتور. اين هو؟ هذا 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 هذا. الان نرجع ننتظر محل ما كنا واقفين. طبعا صارت الساعه 4، بقدر اروح نام وارجع فيق الصبحيات اسرع لي من انه اضل بالك انتظر. بس خلينا شيء يكون شو صاروا 21، فخلينا نروح ننام ونرجع بكره الصبح. اوكي مين اوكي. طبعا هلا نحن اخر شهور الخريف، شهر نوفمبر اللي هو نحن فيه تقريبا، ما هو مو نحن 11 لا 11، هذا ال 12 جاي نحن الشهر فيه. طبعا مثل ما كنتم شايفين هو المحصول لسه ما طلع، يعني بلشتها عشان اقول لكم بلش عنها. هلا بلش يورد الزرع. بنجي هون طلع السجار شلون صار خريف كله احمر. المهم كله نفس بعضه. هون ايش صار الوضع معلم؟ ايش كنا هون زارعين انا؟ لخ انا مالي زارع هون، ما ماشي الغباء، معقول مالي زارع انا هون شي؟ فعلا انا مالي زارع شي. يا لحظي السيء. لا ماشي الحظ هذا. طبعا مثل ما انتم شايفين الارض 38 من مزروعة، بس 40 و41 مزروعات. طيب حلو، طيب اتركها ما في مشكلة يعني. شو هذا؟ هي فيها وود. معناته الوود بالليل ما كان عم ينشل معي. ليش ما عم ينشل معي؟ ما بعرف، في شيء غلط. ايوه ليس. طب هلا بشغل التراكتور ونتركه يشتغل عليها، وبكره الصبح بنشوف شلون بنظبطها. يعني حنشيل البلوين. بده بلوين، الارض بدها بلوين. حلو، بدها ليم وبدها بلوين، بدها اثنين. ايوه. طب هلا بجيب هاي الماكينه بشيل الشوفه اللي ضليت بنظفها، وكل وضع تمام. طلع هي الارض ممتازه. حلو والله. طيب حلو، هلا بنكمل. طبعا احنا ايش زرعنا هذا الكلون صح؟ اي هاي الكلون، هاي الكلون النبته حسب التاريخ الزمني اللي هي هاي. بتنحصد بشهر جولاي، تنحصد بشهر جولاي وتنزرع باغسطس، يعني هذا نفس الشهر احصد وازرع مباشر، يعني ما يصير في بيانات مفوصل. فلذلك هي الارض ما هي كويسه. هلا اذا بدنا نستفيد من الاراضي نزرعها بشكل جدا جميل، هي نزرع بليله او ذره. وفي عنا المحصول القصير اللي هو اوت، بس ما في شيء ثاني. طبعا هلا هون وين؟ والله جانوري فبراير مارس. ايوه يعني هلا شوفوا، هلا لو انه زارع انا بقمح بالشهر الماضي كان سنه الجاي قدرت احصده. هون بنزرع الشعير بنحصده بشهر، يعني في بيناتهم شهر. مثل هون شوفوا مراكبات فوق بعض، يعني نفس الوقت نحصده ونزرع مباشر، ما في مجال. فهو افضل قمح هو هون القمح او هذا. في عندنا هون هذا محصول قصير اللي هو الذرة. دوار الشمس كمان قصير جميل. والله لما نزرع دوار الشمس حتى منظره جميل. هلا بدي ازرع بالارض 38 او بقلب الارض 38 نزرع دوار الشمس. ضل عنا 3 اشهر تيجي الموسم. طبعا لما في
عندنا شيء، راح نضل باركين، بس راح اجهز انا ازرع دوار الشمس طبعا، بس صار في شيء راح اعمله قبل. خليني اروح نام وبس افيق، اروح اجيب ماكينه البلوين واجيب ماكينه اللي بتزرع الذره ونجهزها. فهمت علي؟ يعني ما ضل معنا وقت، يمكن شهرين او ثلاثه. بلشنا موسم الشتاء، شايفين؟ طبعا هو شوفوا اللي بيلعب هاي اللعبه لازم هيك يمشي الايام بسرعه، يعني نمطينها واقعيه مثل هلا الشهور هاللي الفاضي اللي ما فيها مثل الشتاء. لازم نعمل شو اسمه فيها، لازم نروح هاي يلا بدنا نفتح عليها، لازم نروح نعمل شو اسمه، بنكون عندنا معامل ونبلش نشتغل عليها حتى نستفيد من هذا الاشي، من هذا الفصل. طبعا والله خلينا بس اوقف شوي اوقف الوقت شوي هدي. هلا مثل ما انكم شايفين هون عم بيلي افتح البلوين. طبعا هون هلا انا صار عندي هون مثل شو اسمه هي الطبقه فيها اللي بنستفيد منها للارض، تمام. فانا هلا بدي اشيلها واخزنها بشي خزان او بشي مكان، نلاقي لها مكان لتلزمنا هي بكره بس صار عندنا حيوانات بتستفيدنا هذا الاشي، بس هلا بالوقت الحالي ما يفيدنا. تعرفوا انتم ليش؟ لان ما عندنا حيوانات ثانيه. طيب بس هلا في بدي شيء، ما بعرف اذا تشيل ما تشيل ما بعرف، بس قبل ما اتحرك طبعا خلينا نتاكد منها انه تشيل. طب لك من هون بالتريلات اتوقع هاي مو لا هاي بتشيل. اوكي طيب هذا طبعا بحكي لكم سلول شنو هذا سلول بيصير. هذا بنجيب العشب بيحطوه بالارض بيدحلوه او شيء بيكسروه او بيطحنوه، بعدين بعد يوم مثل ما شفتوا ثاني يوم اجينا غطيناه بهذا الشادر لونه ابيض، وبعدين هلا بنبلش بنشيل منه. طبعا هو مثل انه قشرة الشادر، فهمتوا شلون هاي الفكره؟ ان شاء الله بشيل اللخ، بس تركتون ما فيه حيل يمشي. المهم يا ساده يا كرام ما كانت عم بشيل مي، ما بعرف شو القصه. اللعبة عم بتهل يعني عم بتلقلق ما بعرف ليش، يعني تحسها ثقيلة باللعبة، مي انه سلسة. ما بعرف شو القصة شو صاير باللعبة، يعني كأنه الهارد عم بيولول. طب هلا شوفوا انا فصلت التسجيل ورجعت ابلش اكمله من اول وجديد، ما بعرف ليش اللعبة لساتها ثقيلة، اتوقع في مشكلة. المهم ما قدرت اكمل شيء لهذا الاشي، فراح اتركه بالفيديو الجاي نعمله، تمام. هلا نحن بشهر ديسمبر يعني تقريبا شهر 12، تمام. الدوار الشمس اللي رح نزرع هون يبلش زراعته باذار، فرح اضل انا منتظر لحتى يصير شهر اذار وبعدين بسكر الفيديو وفيديو جاي بنكمل شهر اذار ان شاء الله ونزرع ايش اسمه هذا دوار شمس نزرعه، تمام. وبنشوف حلة هي، وبنفس الوقت تكون خلص الشتاء لاني انا بوظت. ولا اكون ظبطت لها شكل لبع بحسها عم بتهنك او ما بعرف شو مشكلتها في بالاعدادات، اتوقع لازم نوصلها شوي الاهتمام او تاخذ شغلات زياده ما بعرف. المهم بنحاول نظبطها وبنامن الماكينات ونامن هالشغلات هي كلها نعملها بالفيديو الجاي مشان اشرح لكم عليها ونحكي لكم شنو بدنا نزرع في بهي اللعبه في شو اسمه شو نزرع دوار الشمس او بذر دوار الشمس. طبعا هو يطلع منه زيت مشان يكون بيعلمكم. بس ومشاهده من نهايه الفيديو، بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.